لما تصير هوسة ويختلط الحابل بالنابل، العراقي يقول ظلمة ودليلها الله، وإذا سألت اللبناني ممكن يقول لك عتمة ودليلها صواريخ حزب الله أو حرائق الضاحية اللي مبانيها صارت أطلال وتحت أنقاضها عشرات ومئات من الضحايا، لربما بينهم هاشم صفي الدين خليفة نصر الله. هالشكل الوضع للأسف، ظلمة غاب بيها القمر، رغم أنه حريق المعركة أضاء الوجوه المرعوبة والمطمئنة، وجوه الغزاويين واللبنانيين ويمكن لاحقهم العراقيين. ماذا عن المجازر؟ المجازر ما مشوفة بس بالكوابيس. بغزة اليوم استشهدوا 24 فلسطيني وانجرحوا 93، مجزرتين صارا بمدرسة ومسجد مليانات. بلبنان نفس الشيء، الشهداء يزاحمون الشهداء بأجساد مقطعة وجروح نازفة. أما بالجنوب فجيش الاحتلال يزحف ببطء وينزف بسرعة. لحد ليلة البارحة حزب الله أعلن عن مقتل 25 ضابط وجندي بصفوف النخبة الإسرائيلية، والمصابين 130 والحبل على الجرار. سياسياً الرؤى متضاربة، وحافة الهاوية لا تتسع للكثير من التحليلات. لوهرة لوهرة، واللي يصرخ بلعبة عض الأصابع هو الخاسر. لحد هسه ما حد قال بات. طهران تهيئت للانتقام الإسرائيلي، وتل أبيب تلعب بأعصاب المنطقة. بالمقابل هنالك من يقول إنه إيران كسبت الجولة بإعادة تفعيل فرضية الردع الصاروخي وتوازن الرعب، وهذا قد يجعل تل أبيب تفكر ألف مرة قبل ما تتهور بضربة ماحقة. ماذا عن العراق؟ العراق دوما جسر للطيبين والأشرار، دوما يغني بين العرب والروم بل وابتلينا. صحيح إسرائيل المقاومة وصل للجولان وحصد جنديين من أحفاد جدعون وأصاب 20 مجموع، بس هذا ممكن يفتح علينا بوابة الجحيم ويخلي إسرائيل تنتقم بنفس الخسة اللي شفناها بغزة والضاحية. وأكيد الضربة راح تتزامن مع ضربة إيران اللي أعلنت عنها تل أبيب، واللي بحسب القناة 12 العبرية قد تستهدف منشآت النفط والغاز والمجمع الرئاسي ومقر المرشد الأعلى ومقرات قيادة تابعة للحرس الثوري. وأكو مصادر راحت بعيد ورجحت استهداف المنشآت النووية الإيرانية، بس واشنطن تقبل؟ لا طبعا، إيران مو شوية، والوصول لحافة الحرب الشاملة آخر ما تريد الولايات المتحدة. خلينا بمنشآت النفط، العصي أهون من السشاتين، بس مع هذا أبو علي العسكري هم اقترح ردع جديد وغرد قصة بقصة. وإذا بديتوا حرب الطاقة فالعالم رح يخسر 12 مليون برميل نفط، يعني إذا ما أقدر أوصل لكم ساعتها نسويها ظلمة ودليلها الله وصواريخ المقاومة وحزب الله وبيش بلشت يا بوش.